أصدرت لجنة الرقابة على المنشطات في السعودية قرارا بإيقاف لاعب اتحاد جدة محمد نور 4 أعوام بعد ثبوت تناوله مادة محظورة. حافظ النجم الساحلي على صدارة الدوري التونسي وتغلب هذه المرة على ضيفه حمام الأنبي بهدفين دون مقابل. واستمر الترجي في المركز الثالث بعدما تغلب على ضيفه اتحاد بنقردان بهدفين مقابل هدف واحد.